رجعنا معكم بنقل مباشر بعد الظهر اليوم من جونية، من نص جونية، من مهرجان بنص جونية، ومن بعد ما كنا مع الكارتينج قبل الظهر رح نكون هلا مع احداث اخرى لها علاقه برياضه التريتلون يلي حكينا عنها. رح نكون مع سباق ركض، مع بسكليتات، مع باراجلايدنج، والاكيد الاكيد رح نكون ايضا مع الجيتسكي. بدايه رح نكون بمقابله مع الاميرال ادمون شغوري، رئيس الاتحاد اللبناني للمحركات المائيه والمستشار الدبلوماسي لرئيس الاتحاد الدولي ولمجلس الامناء الدولي برياضه المحركات المائيه. استاذ ادمون مساء الخير. استاذ ادمون، خبرنا اليوم عن هالحدث اللي عم نشوفه بشاطئ مدينه جونية، بهالمكان ربما من اروع الامكن بمنطقه الشرق الاوسط حتى بالعالم، مش بس بالشرق الاوسط. الحقيقه نحن عم نشارك اليوم ضمن مهرجانات كسروان ومشكوره اتحاد بلديه كسروان على راس الشيخ جوان حبيج على هالنشاطات وعلى هالبهجه اللي عم يجيبها للمنطقه السياحيه من كل النواحي الرياضيه والمأكل والمشرب والرقص وكل انواع الفن يلي عم تزولها هالمنطقه، يلي عم تخلق البهجه لكل لبنان ولكل اهل هالمنطقه خاصه. نحن اليوم فايتين ببطوله لبنان بالجيسكي ضمن سبقين، السبق التعرج، السبق التحمل يلي بيضم كل واحد منه 14 لعيب، وبنتيجه السباق بيتوج اول 3 ابطال بكل لعبه بكل سبق من هدول. طبعا قوة المحركة التداعي بتكون تقريبا تتفاوت بس ضمن الحدود المعايير، بالمعايير ضمن معايير وحده تقريبا لحتى ما حدا يكون عنده افضليه حتى. نحن بس ما عندنا بس هالنشاط هيدا، نحن هيدا نشاط من ضمن سلسله نشاطات بالاتحاد على صعيد لبنان وعلى صعيد الاتحاد العربي. هلا رح نحكي عن النشاطات الاخرى خاصه الدوليه. اليوم اين هو موقع لبنان من كل النشاطات الدوليه بهذه الرياضه؟ نحن بتعرف لبنان بلد صغير، عم نشارك باحلى انواع واسرع انواع مثل فئه ال 3000 اف 3000. عندنا بطل من لبنان اسمه لبس شغوري من زيارة، تفوق هالسنة والسنة الماضية طلع بطل العالم. نعم، بطل العالم، أخذ المركز الأولى. ونحن موقعنا كمان تحسن بالاتحاد الدولي كوننا أقمنا أكاديمية، هي موجودة تاني أكاديمية بالشرق الأوسط، في عندنا الفجيرة سبقتنا ونحن تاني أكاديمية بتقوم أكاديمية للتمرين، للتعليم ولاعطاء شهايد على كافة الفئات من الابتدائي حتى اكبر السفن بيتخرج، وشهادتنا معترف فيها بالعالم كله، وبيقدروا بموجب الشهادة يشاركوا ويسوقوا بكل انواع العالم وتغطي كل وهي قريبة منا هون بوسط جونية. بوسط جونية، ونحن باذن الله كمان بوعد من الشيخ سعد الحريري رئيس الوزراء بإعطائنا مركز ثاني كبير أوسع وبيضم أشمل ببيروت، نحن رح ننقل هالمدرسة كمان، بيكون عندنا مدرسة ثانية ببيروت، وهيدي مش بتغطي بس شبابنا وشاباتنا، بتغطي كل البلاد العربية مثل مصر ومثل الجزائر وتونس والمغرب وتركيا وفرنسا وإيطاليا وقبرص والأردن وسوريا، كل المحيط تبعنا، وهيدا بيستيدوا فيها، وهيدا اللي حسن لنا موقعنا بالاتحاد الدولي. طيب أميرال، اليوم إذا بنحكي أيضا عن النشاطات يلي عم تقوم فيها شخصيا حضرتك كمشاركات مع الاتحاد الدولي، وين موقع لبنان أيضا بهذا الإطار غير المنافسات الرياضية بقلب المي؟ هلا نحن الحمد لله انه كموقعي انا بالاتحاد الدولي، انا قلت لك دبلوماتيك ادفايزر لرئيس الاتحاد ولمجلس الامناء وباللجنه العليا التي تشرف على جميع اللجان. شو هيدا بيرجع للبنان؟ نجحنا كوننا نحن واغلب اعضاء الاتحاد فاتوا باللجان، هيدا الشيء هيدا ساعدنا بوجودنا بلبنان وبالاكاديميه لنقدر نستقطب كل بلاد العالم تيجي على لبنان لأول مرة. مؤتمر دولي بيشارك فيه 63 دولة بجوني عملناه، وهالشيء
كان عندنا محاربة من كل العالم، كون انه انت بتعرف صيتنا بالانترنت وبال الصيت العاطل اللبناني اللي خالقينه برا، كانوا متخوفين كتير بلاد يجوا برا. مع كل هالشي نجحنا باستقطابهم، اجوا لهون قضوا 10 ايام بلبنان، رجعوا خبروا يلي كانوا فزعانين، وهن ويلي كانوا فزعانين عم يطالبونا بإعادة مؤتمر تاني بلبنان بأسرع وقت ممكن، لأنه قديش كان عنا نجحنا بالتنظيم وبالضيافة وبالموقع وبكل نواحي، وكمان بجوني كمان بجوني بكزرمان طبعا. طب اليوم فإذا شو بعض المستثمرين من هذا الاتحاد من هلأ لنهاية الصيف كأحداث رياضية بالبحر وبأي مناطق؟ هلأ بكل تعرف أنت في رزنامة عمل طويلة، نحن في بطولات بالصين، في بطولات بأوروبا وبأمريكا وبالبلاد العربية مثل الإمارات وبالكذا، بكل المناطق في سباقات. ونحن هلأ نحن راجعين من إيطاليا ضمن بطولة دولية بالإكس كات، كنا عم نحضرها شي 3 أيام أنا راجع من هنا، هلأ راجعين بعد جمعتين رايحين على الصين لمؤتمر بالصين يلي صار بلبنان، هلأ السنة صار بالصين لأنه كان منافس بالصين هذيك السنة يصير الصين تاخده، نجحنا نحن وربحنا عليه، هالسنة راح نكون المؤتمر بالصين. هالشي طبعا نحن وجودنا بالاتحاد حبيعكوس تعليم وثقافة لنا ومثل تجارب صفيت عم نتقدم شوي شوي، والاتحاد الدولي مستعد انه يدعمنا بكل الالعاب بمدربين وبقطع وبكل شيء لحتى نتقدم شوي شوي ونقدر ننافس. وهون سؤال لك كمان، دعم الاتحاد الدولي عم بيكون فقط معنوي او لوجستي ولا عم بيكون في ايضا دعم مادي للاتحاد اللبناني؟ لا دعم مادي لهلا ما دعمونا ولا طلبنا نحن انه يدعمونا، نحن عم بيكون بالعتاد بالاشخاص بالمدربين بالبعثات لهم لحتى يدربون لحتى نقدر كل شيء ناقصنا يقدروا يكفوه، حتى يمكن نوصل لوقت قريب انه يصيروا يدعمونا بالقطع، ما بدنا مصاري نحن بدنا قطع لحتى نقدر نكون عندنا مجهزين اكثر بالتداول اكثر. وهون اميرال عم نشوف نحن وياك البارابانت عم ينزلوا من سما جوني من غصة وصولا للنقطة القريبة منا هون، كمان بجزء من هذا التنافس بالترياتلون يلي عم نتابعه سوا، بما انه ايضا رح بيكون في عنا ايضا جزء بالجيتسكي كمان بالترياتلون، وبالتالي هيك بتكون جوني عم تجمع كل النشاطات يلي ممكن انه نقوم فيها بهالمنطقة بالذات. بالفعل هذا شيء مفرح جدا، والشكر الخاص لرئيس الاتحاد يلي عم يقوم بهالنشاطات، وان شاء الله دائما يستمروا بهالاقامه المهرجانات لانه بتخلق الخير والنشاط والمحبه. عم نشوفكم انتم كاتحاد، حضرتك وحضره الصديق الكبير ربيع سالم كمان موجود معنا اليوم، على بعد شوي كنا احنا وياه بمقابله، يعني اليوم الاتحاد اخذين الامور بجديه بنجوني بالمهرجان اللي عم بصير هون، وحاطين كل تقلكم لانجاح هذا المهرجان. طبعا يعني نحن لما بناخذ على عاتقنا انه نشارك، اذا ما بدنا ننجح ما بنشارك. ما بتشارك ابدا؟ ما في حل وسط معكم؟ لا اكيد، يعني واحد اللي يستلم شغله نحن شغلتنا ننجحها ونتامل انه يكون مش على مستوانا، على مستوى لبنان، لبنان من احلى بلدان العالم. مع الاسف نحن صيتنا برا غلط، بدنا الشخص المناسب في المكان المناسب، يا ريت الدولة بتلاقي هالأشخاص القيمين يلي متعلمين وتسلمون هالأشياء، عرفنا من هالحكام يلي مستلميننا ويلي جارينا للخراب، مع انه لبنان تبرم شرق وغرب ما في احلى من ربوع لبنان. شكرا لك اميرال. ميرسي لك. شكرا حضرة الاميرال. ميرسي لك وللام تي في يلي دايما سباقين بتغطية كل نشاطاتنا، والحقيقة مشكور انت نجيب خاصة يعني. شكرا لك، ونحن ناطرينك بحلقة من سكور اول ما ترجع من الصين اذا الله راد، بيكون رجع البرنامج على الهواء. شكرا لك. فاذا هون عم نشوف الشباب عم ينزلوا بهالوقت، نحن بانتظار الصديق سمير يزبك تنكون نحن وياه بمقابلة ايضا تنحكي نحن وياه عن دور الدفاع المدني، خاصة
انه الدور بالبحر عم بيكون دور فعال جدا ومميز للدفاع المدني بهيدا الموضوع. فاذا استاذ سمير شكرا استاذ المو، وهلا نحن بانتظار فاذا استاذ سمير يسبق تنكون نحن وياه بمقابله ايضا تناخذ رايه بموضوع الدفاع المدني وطريقه التعامل مع الاحداث الرياضيه يلي عم تصير بلبنان. اول شيء بدنا نقول لك يعطيك الف عافيه، اليوم من شبروح يعني من اعالي كسروان الى شواطئ كسروان، كيف كان دور الدفاع المدني اليوم بدايه بشبروح وصولا لليوم لهالحدث اللي عم تابعه بعد الظهر؟ يعني هيك نشاطات نحن بنحب نغطيها ومتحمس انه نغطيها، لانه سيكون في عندنا هالروحيه نحن هيدي، ما فينا الا ما نغطي هيك حدث. كان عندنا اليوم بشبروح دور للدفاع المدني البحري اللي هو حماية مدنية، كان عندنا سبق بعرض السد، هو في عندنا خطورة كتير كبيرة فوق لأنه بيصل السد لغمق أكثر من 60 متر أي حادث بيصير، نحن كنا مغطيين اللي هو كان عندنا فوق 100 سفيح وكان برعاية معالي الوزيرة ندى البستاني كانت فوق معنا. خلصنا نحن على الساعة 12 وبقينا نازلين لهون، يعني تصور إنه القطع تبعنا من المي الحلوة للمي المالحة. فهلا كمان عم نغطي هذا الحدث اللي هو هذا الحدث اللي احنا بنتعطش له، لانه هذا رياضه كثير خطره كثير كبيره، ونحن كمان انه ما فينا حلوه بذات الوقت كثير حلوه. يعني شفت هلا اللي قلب هون، لو ما شخص حاضر كان تعور او لو كان في ثور هون كان تعور. نحن هون استاذ سمير اذا بدي اسالك عن الدور الحقيقي للدفاع المدني بهيدا الموضوع اليوم، وقت تكونوا موجودين بهيك انواع من التغطيه الرياضيه وبنفس الوقت يعني انتم شغلكم اليومي عم بتتابعوا، ونحن بنعرف كم يخت عم بيكون عم بيتوقف، عم بيكون في عطل مع اليخوتي وغير مراكب، حالات الغرق يلي عم تكون عديده هذا الموسم. بهاللحظه شلنا هلا انتشار الغريق بشمال بالعريضه جسي يعني الهندي، بذات الوقت في عنا فرق كمان هون ما شايفها يلي هي عم بتغطي هذا الحدث هذا الدور، وبذات الوقت في عنا كمان حمايه مدنيه بمنطقه بيروت، بذات الوقت في عنا دوريات بمنطقه الجنوب، نحن عنا خمس مراكز. عم نشوف بالباراباونت كمان وصول احد المتسابقين ويافطت بنص جوني من الهواء اليوم، يعني اليوم تغطيه شامله اذا بدنا، كمان انتم موجودين بالهواء الطلق طيران صغير للحرايق او شيء ولا لا؟ لا اكيد احنا بالتعاون مع الجيش اللبناني اكيد بنستعمل الطوافات اللي هن بيزودونا فيهم بتحديد المكان وين بنحددهم المكان هون. ايضا بنوجه تحيه كبيره للجيش اللبناني، الجيش بالنهايه كمان مساعد اساسي باطفاء الحرايق وبعمل الانقاذ اللي بيصير بالبحر، في طوافات اللي هي مجهزه بعمل الانقاذ مثل ما اشتغلنا نحن في تكامل انتم وياهم تكامل اكيد احنا في عندنا انقاذ جوي بحري بري. سمير يزبك اذا بدنا نحكي كلمه عن هيدا الموضوع بالذات موضوع الغرق يلي كان عم بيصير اليوم، دائما عم نسمع بالاخبار حاله غرق وربما ما بدي اقول 30% او اقل او اكثر شوي لناس مش لبنانيه كمان عم بيغرقوا، يعني كيف بدها تصير الاويرنس يعني حالات التوعيه بهيدا الاطار؟ الحالات التوعيه عم بتصير عبر وسائل الاعلام، والحالات التوعيه اللي هي انه بنشوف تجمعات كثير كبيره نحن بنفوت بيناتهم، بيجوا مثلا لعنا مثل كشافي مدارس والى اخره، نحن شوفينا انه بنعمل توعيه، بس اليوم انه يبقى البحر كثير عالي، مثلا مثل الاسبوع الماضي اربع اشخاص راحوا سوا طلعوا عم بيتصوروا على بمنطقه السعديات بالدمور، صح طلعوا عم بيتصوروا على صخره، طلعت موجه اخرتهم وكبتهم بالمي، نزل البي عم بيشيلهم كمان قضى غرق معهم، كمان انه البحر عوامل البحر اكيد عم بيصير انه لغير لبنانيه يلي هي عم بيصير اكثر شيء من اخواننا النازحين السوريين، صح. يعني اذا في حال نحن عندنا 100 غريق بالسنه يمكن حتى ما عندهم سقفة البحر لانه في كثير سوريين منه بقى يعني بقلب البلد يعني بفكروا المي هينه، مش بس بالبحر نحن كمان عندنا عم بيصير في مشاكل بالانهر والبحيرات. اليوم هلا بيحشوش كمان كان في مشكله صغيره اليوم. بيحشوش ما عندنا كان له حالات غرق فوق، كان في عندنا شخص واقع اوكي حد النهر بين صور يعني زحط صار في غرق بدريا من فتره قصيره بمنطقه دريا، شخص من ال جميل كان عم يسبح بالنهر، صح وتم انتشاله جثه للاسف، يعني عم بصير في عنا تعامل مع الغرق دائما انه شيء قضاء وقدر، شيء عمدا، شيء اشخاص عم تسبح بالنهر، شيء بالبحر، يعني مثل ما قلت انا انه هال 100 شخص عم بيسبحوا من 85% من اخواننا النازحين السوريين عم بيكونوا انه عم بيغرقوا بين اطفال
وبين رجال وبين انه اطفال للاسف. كلمه اخيره استاذ سمير يزبك عن الدفاع المدني ودوره. دور الدفاع المدني اللي هو اكيد انه توعيه بالسلامه العامه وحد كل مواطن، ونحن بنقول له انه الانتباه قد ما فينا عند ارتفاع الموج، ما نقرب انه ننزل على البحر، بدنا نطلع بالزواري نعرف حالنا انه اذا في حال كمان عالي البحر ما نطلع، نطلع بالجيسكي. شفتهم هودي ابطال لبنان كل واحد لابس لايف جاكيت، ما نطلع على الجيسكي انه بلا لايف جاكيت. يعني عوامل الحمايه والسلامه ضروريه بهيدا الاطار. اكيد اكيد هذا اصرار مدير عام. وشو هي هذه العوامل يعني؟ اصرار مدير عام الدفاع المدني الجيلي تكونوا لابسين جيلي، يعني جيلي اللي هي ستره عوم، هي اذا في حال شو ما صار معه بضلوا عايم على وجه المي، لا ممكن هذا الشخص مثلا يطلع وينزل يخبط راسه بالجيسكي ويغيب عن الوعي. هون اذا في حال غيب عن الوعي نحن فينا نلحقه. هلا اذا في حال مثل ما شايف ورانا نحن عندنا خمس زواري بالاضافه للجيسكيات بيناتهم كمان، هودي تابعين لنا عم بتم الحمايه لقانون، عم بتم الرقابه من عندي من هون من الشط لهون، ممكن هو ما يشوف هذا الشخص وقع او شيء، نحن فينا نمشيه من هون من الشط. يعني عملكم مستمر 24 ساعه؟ نحن 24 على 24 اكيد، نحن دون توقف، وخاصه هيك نشاطات فينا نغطيها لانه يبقى العمل الخطورة وارد. يعني في عنا خاصة بهاللعبة هلا في خطورة كتير كبيرة، ممكن انه حدا مثلا يصطدموا بعضهم او يقلب او يصطدموا شيء، نحن دغري بنتدخل على الفور مشان نسحبه واسعافه. يعطيك الف عافية استاذ سمير يزبك، وكلمة أخيرة بتحب توجهها للرياضيين ولكل يلي بيجرب يسلشق بالبحر، البحر منه لعبة. البحر منه لعبة أبدا، والمي بنوع عقاس وخاصة اليوم مع ذوبان البحر والنهر الأنهر بتكون شوي بعد قويه. اكيد هو عند ذوبان ثلج بين شهر 4 5 و 6 اللي هو اخطر شيء الانهار، بالاضافه للبحر يلي هو مثل ما شفنا انه هلا البحر بيرتفع كثير، واليوم احد يعني اليوم احد العالم منتشره كثير على الشط، في عندنا مشاكل كثير. نحن بسببنا دوريات دائما بصير في عندنا عمل انقاذ من البحر للزواري، بنأمنها على شط قريب، بنأمنها انه لمحل لسلامه يكون كثير اكثر له. وانا بقول انه ينتبهوا قد ما فيهم لانه البحر ما بيرحم، نحن بنعد المليون قبل ما نطلع مهمه بالبحر، لانه بالنهايه نحن في عندنا ارباحنا كمان، عندنا 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 زوارقنا اكيد انه حاضره ونحن حاضرين، بس كمان انه ما بيمنعنا الا ما نتوقع يعني كمان. هل التجهيزات فعاله 100% ام انه ناقصكم في نقص بالتجهيزات ايضا؟ هلا اكيد هلا نقصنا عديد ونقصنا عديد، بس بالموجود عم يجود يعني بالنهايه الله يرضى على المتطوعين اللي هن انه ما عم بيوقفوا معنا. عندنا عدد متطوعين تقريبا نحن بالبحر بال 170 عنصر على طول الشط اللبناني، هودي بالخمس مراكز اكيد ما عم بيقصروا، لانه هودي بقدر اقول لك نخبه البحر، يعني هودي نحن بنتعب عليهم كثير لحتى لانه يصيروا بهالشكل هيدا، لانه نحن ما فينا نجيب اي واحد وننزلوا على البحر ونكبوا بالبحر، بنتعب كثير عليه لحتى نكبوا. عفوا يعني نكبوا بمهمه بالبحر يعني، والا بتكون عمليه صعبه بالنسبه لنا. اكيد اكيد احنا رح يصير خطر مزدوج هون. الخطر دايم، الخطر دايم علينا مثل ما تخام، لما الخطر دايم على رجل الاطفاء اللي بينزل تحت الارض بالدخنه والنيران، نحن الخطر دايم علينا بالبحر، يعني اي شيء بتنقل بالبحر نحن عداد بالعكس، يعني املي موقوتي يعني بالنهايه ما بتعرف نحن قلبي انه كمان انه بصير في عندنا مشاكل. شكرا لك. ميرسي لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك وشكرا للدفاع المدني مثل ما عم نشوف امامنا، فاذا البارابانت النزلة من أغسطا لجوني ومن ثم وصولا إلى هذه المنطقة، من بعدها رح يكون في بسكليتات لفترة من الفترات، ومن بعدها ساعة حوالي ساعة 5 رح نكون مع الجيتسكي بهذه المنطقة بساحل جوني بختام هذا اليوم الرياضي بالطبع بمهرجان بنص جوني. المنافسات رح بتضل مستمرة حتى وقت أطول اليوم بعد الظهر، ولكن من عشية عنا حفلة موسيقية كبرى، وبكرة أيضا رح نكون مع الختام، ختام مهرجان بنص جوني الصيفي إذا فينا نقول، لأنه مثل ما كنا عم نسمع عبر الظهر، ولا بعد شوي رح نرجع نسمع من السيد جوان حبيش رئيس البلدية أنه الأمور رح تستمر حتى فترة مقبلة بمهرجانات وبنشاطات مكثفة من قبل بلدية جوني بهذه المنطقة، منطقة جوني والمحيط. وهلا رح نكون مع الكومودور ربيع سالم. ربيع يعطيك ألف عافية كمان، خبرنا عن الحدث وغيره من الأحداث برياضة الجيتسكي على الشاطئ اللبناني من العريضة وصولا للنقورة مرورا بالبترون، موطن ربيع سالم.
الموطن الأعز. للحقيقة أنه نحن كاتحاد تأسس مش من زمان، بعدنا بنقول مش من زمان لأنه بعدنا بطور التأسيس، إنما لو اليوم كان في دعم أكثر كنا عم نشوف مستوى أكثر، كنا عم نشوف حضور أكثر، ولكن دورنا أنه نضلنا مكملين بالمسيرة. وبدي أذكر أنه لبنان سنة 2018 استضاف المؤتمر الدولي العام للاتحاد الدولي للمحركات المائية، وهيدا حدث ما شهد مثله على المستوى الرياضي لبنان بعد لحد اليوم. هيدي كانت البداية. مستوى الحضور الدولي، مستوى الحضور الدولي من حيث انه استضفنا اتحاد بيمثل 65 دولة، انعقد المؤتمر الدولي بلبنان وهيدا ما سبق وصار مثله بلبنان. على مستوى النشاطات نحن اليوم عم نبلش برياضة الاكوا بايك سيركوي، اليوم عملنا ستاب جديد انه عم نعمل تحمل. رياضة التحمل لازم تكون شوي ابعد من هيك، ولكن كبداية كم راوند عنا قد ايه بتاخذ وقت وكيف القوانين تبعها؟ كبداية رياضة التحمل لازم تكون فوق ال 40 كيلومتر، لازم يكون في مواكبة من الجو ومواكبة من البحر بسبيد بوت طويل. السيركوي حسب الاحوال الجوية وحسب حالة البحر بتتحدد وحسب السيفتي، لأنه نحن بهالرياضة هيدي عم نعتمد سيفتي فيرست، أهم كل شيء نحافظ على توعية الناس من خلال الحدث أنهم يستعملوا الهلمتس، يستعملوا يكونوا رايقين، ما يعملوا سبق كل يوم بكل ضيعة وعلى كل شط. السبق له اتحاده بيشرف عليه، له منظمين، له قوانينه. بدي كمان أذكر أنه نحن متجهين على ستاند أب أكوا بايك، هي الأكوا بايك اللي بتوقف عليها وبصير فيها حركات بهلوانية أكثر. عم نجرب قد ما فينا نستضيف حدث دولي. انا غلطان شفناها السنة بفرنسا بالعرض العسكري 100% بكاتورج، عم تنشهر كثير اليوم. وبتصور هي على مستوى الاودينس عندها اودينس اذا بدك للقتال العسكري كمان اكيد لازم اكيد، لانها بتنزل تحت الماي وبتمشي امتار تحت الماي وبترجع تطلع تعمل حركات بهلوانية، ما بتقدر تتعقبها بمركب سريع لانه حركه اللي واقف على الستاند اب اسرع من حركه المركب بكثير. هيدا على مستوى الستاند اب اكوا بايك. عندنا بعد استضافه ان شاء الله قريبه تكون لحدث دولي للمحركات الاف 1 او الاف 2 حسب امكانياتنا شو رح نقدر نعمل، بس بنقدر اليوم من خلال ام تي في نعلن ونخبر اللبنانيه انه عندنا حدث، ولكن بضل في حسره انه لبنان لازم اكثر نستغله كشط، نستغله شاطئ لبناني، مش بس واجهة لبنان المطار، مش بس واجهة لبنان المعابر، المعابر الطرقات. لبنان عنده معبر اساسي هو معبر البحر، لبنان هو موصول بقبرص وباوروبا وبتركيا، يجب علينا المعبر الاساسي لنا تنروح العالم كله سوا. للحقيقة انه استضفنا جمعة الماضية حركة عبور من مارسي للبنان ل 40 مركب، عم ننظم نحن لحركة تانية على المستوى الشراعي اذا بدك، على المستوى المحركات المائية. ان شاء الله نقدر ننجح مثل ما نجحنا واستضفنا المؤتمر العام انه نستضيف حدث دولي جراند بري للاف 1 او الاف 2. فالهمة همة يعني الاتحاد، ولكن كمان همة الحكومة وهمة وزارة الشباب والرياضة، همة وزارة الداخلية، همة البلديات. أول ربيع هوني كبير. إذا بدك تحكي بهذا الموضوع، اليوم عندك منافسة كبيرة كانت مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع دولة قطر، المنافسة كانت مع دول خليجية، واليوم كمان دخل العملاق السعودي على الخط الرياضي في هذا الموضوع، الموضوع البحري، وبالتالي المنافسة رح بكون صعبة عليكم. أنا اليوم حاسس إنه المنافسة عم بتهين علينا، لأنه البادجت بالدول العربية قل كتير بقطر، كان في حضور قطري أكثر بالاتحاد العالمي خف اليوم، كان في حضور أكثر لأبو ظبي بالاتحاد الدولي خف اليوم، توجهت الأنظار على أشياء تانية. نحن اليوم بلد عم نقوم، ولكن عنا استراتيجية إنه نكون حاضرين على المستوى العالمي. كمان بدي أذكر إنه نحن عنا أبطال جيدين جدا جدا جدا، من دون حلقات تدريب شهرية عم نقدر نوصل لنتائج برا مقبولة، ما عم يكون بمراكز متأخرة، بالعكس عم يكون بمراكز متوسطة. كمان بحب أذكر إنه نحن ببطولة العالم للإف 1 البطل لبس شيخوري عم بحقق انتصارات بالإف 3000،
حقق انتصار المركز الثالث بالF1 على مستوى البطولة العالمية. وبالتالي نجاحات كبيرة لبنان، ووجه له تحية للبوس يلي دائما متابع كبير للام تي في وصديق كبير للام تي في، اليوم موجود بريو كل شوي بنشوف نشاطاته، عنده كمان نشاطات مكثفة على صعيد الكنيسة المارونية ايضا. كمان نحن حضرنا بمؤتمر الدياسبورا اللي صار بالبرازيل، مركب لبوس شيغوري يلي هو مركز لبناني وعليه العلم اللبناني كان موجود على مدخل الدياسبورا اللي صار بالبرازيل. ف عطول بحب بشر انه نحن عندنا شانس بهالبلد انه نتقدم، انه نعيش ثقافة العيش ان شاء الله تغلب على ثقافة الموت وثقافة الفقر وثقافة المشاكل. هلا هون ربيع شو عم نشوف امامنا؟ المنافسات يلي عم نتبعها. نعم عم نشوف سبق سيركوي، هو سيركوي مختصرة قمنا بتصفيات بعدد من المتسابقين، خلصنا النصف الاول من السباق، نحن اليوم هلا عم نشهد الفينال. اكيد هالتسع متبارين يلي عم بيلفوا لفات حول هالطابات اللي عم نشوفهم، اللي بيطلع اول بيكون الاول، اللي بيطلع ثاني بيكون الثاني، بيطلع الثالث. وهي التصفيات كانت عم تصير بكل المناطق. اكيد التصفيات عم بتكون بكل المناطق، نحن بطولتنا عم بتجول كل الشاحل اللبناني قد ما بنقدر، يعني عم بتكون بالجنوب، عم بتكون ببيروت، عم بتكون بجونيا، ان شاء الله نقدر نوصل قريبا للبترون، ان شاء الله نروح على طرابلس. ضروري جدا 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 انه جزر النخيل بطرابلس كمان نستثمرها، لانه جزر النخيل من الممكن انه يتنفس فيها بطوله بلا ما نحط بويات، تكون اللاب هي جزيرة فبتصير بالعالم. يلا همتكم بكره بيعملوا بلديه بطرابلس بيمشي الحال. ان شاء الله ان شاء الله ما بنشهد غير الخلافات بلبنان، والخلافات كلها عم تنعكس علينا على المجتمع اللبناني وعلى الواقع الرياضي بس بطبيعة. شوف مثلا بلديه جوني، بلديه متماسكه، بلديه مترابطه، بلديه رئيسها قلبه على منطقته، عم نشوف فيها اليوم حدث تاريخي بالنسبه لجوني، لانه نحن مش بس موجودين كاتحاد للمحركات المائيه، انما نحن اليوم موجوده الرياضه بالجو بالبحر على الطريق، هيدا كله لانه رئيس البلديه بيعتبر هالمدينه هيدي بيته وجنانته. شفناه هلا عم يتنقل بيناتنا، انا ما بعرفه شخصيا ولكن بحب امدح المنيح، بحب امدح الانسان يلي بيوصل مدينته انها توصل نمبر 1 لبنانيا او عالميا. حتى على كل حال المهرجان يلي انعمل، مهرجان بنص جوني، استقطب اعداد كبيره من العالم، وبالتالي فينا نعتبر انه النجاح كان حليفهم وشريكهم. أكيد 30 مركب يلي بيسعي من رئيس البلدية عبروا من مرسي على جوني، هيدا حدث كتير كبير. 30 مركب، كل مركب عليه على القليلة 5، في 150 شخص اجوا تجولوا بجوني، تعرفوا على جوني، تسوقوا بجوني. فعنا اليوم إذا بدك عقبال ما يصير في بور مثل العالم، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، بدنا تنظيم مزبوط، بدنا سيفتي مزبوطة، وبدنا روح رياضية مزبوطة بالسياسة لتنعكس على الحياة المدنية. إن شاء الله نعتقد أحلامك كثير كبيرة، أحلام أكبر من أنه تتحقق. أحلام لبنان وكل لبناني. بتشكر أكيد أنا الدفاع والسبق المدني. والسبق ربيع قد ايه بياخد وقت؟ السبق عنا سباقات بتاخد 45 دقيقة، عنا سباقات بتاخد بالنص ساعة، وعنا سباقات ممكن أنه نعملها بـ20 25 دقيقة. طيب هون كيف بتصير عملية التحكيم أيضا للسباقات؟ عملية التحكيم هي مثل ما قلنا اللي بيعمل لاب وبيوصل الأول هو الأول، أكيد كل واحد بدق بالبويز بده يبرم حواليها ليرجع يضيع شوية وقت لأنه هو كسب وقت. عملية التحكيم عم بتكون حسب قوة الموتورات، عملية التحكيم عم بتكون بكلاسمان معين، مثل كل رياضة، مثل رياضة السيارات. كم سي سي عنا، موضوع الجيتسكي موضوع كتير واسع، نحن عم نعمل جزء منه، بس هو كاتيجوري بتتقسم لخمسة أو ستة كاتيجوري. الأميرال شهوري كان عم بيحكينا أيضا عن محركات نظيفة بيئيا، هي نظيفة بيئيا، وبالتالي المحركات بحسب شو عم نستعمل فيول وشو عم نستعمل موتورات. اكيد اليوم كل الموتورات صارت ايكو فريندلي، بس ما فينا نعتبر انه هي رياضه ايكولوجيك، هي رياضه من شأنها انها تحسن الوضع البيئي،
ولكن منا مؤذية بيئياً مثل الديزل انجنز، منا مؤذية بيئياً مثل رياضات بتصرف ديزل وبتصرف زيت كتير. شكرا لك حضرة الكومودور ربيع سليم. بتشكر نقلكم المباشر للحدث لانه عم بيقوم بنقلة نوعية لهالرياضة. شكرا لك. وفأزن على المنظر الرائع اللي عم نشوفه، عم نشوف ايضا بنفس الوقت تحضير البيسكليتات باستكمال للمنافسات اللي عم بتصير برياضة الترياتلون. بلشنا جو هلا عم نتابعهم بالبيسكليتات، ومن ثم تقريبا حوالي الساعة 5 رح نكون من بعد ما يوصلوا لعنا رح بيكون عندهم مشاركة بالبحر. هون عم نشوف الانطلاق ايضا بمنطقة قريبة من هون، تقريبا المسافة ما رح بتكون طويلة جدا، حوالي 7 كيلومتر بعتقد قبل ما نوصل للمرحلة الثالثة من الترياتلون، هذا السباق المميز وهذا البحر المميز، بحر جوني. اليوم استاذ جوان تبعنا سوا نحن وياك على بكره سباق الكارتينج، اليوم من الهواء بسكليت كمان في عامل نظيف، واليوم كمان جيتسكي، اليوم عم بتخلوا شو باراجلايدينج عم بقول لك، بلشنا من غصتا من فوق وصولا للبحر. اليوم جوني عم تنبض بنبض رياضي مميز، هل رح بيكون هيك هالبحر دائما بهالحركة الحلوة؟ البحر رح يصير مفتوح، لك هو موجود لكل النشاطات. حظنا منيح انه الاتحادات قريبين منا، والاتسائل اللي هي بترعى اجمال النشاطات الميكانيكية كمان قريبين منا، والاميرال شغول جارنا، والاميرال كمان جارنا، والبحر مفتوح لكل الناس، صار للرياضة للاستجمام وللأمور الشخصية، وبالتالي في إمكانية الاستفادة من هالخليج الرائع يلي نحن موجودين بنصه هلا على مدار السنة تقريبا. هيدا نشاط كان تقليدي من سنوات، خلال السنوات الأخيرة بطء، هلا نحن عم نتعاطى مع كل العالم حتى نرجع النشاطات الرياضية بشكل دائم. نحن عم نحضر نشاطات بشكل دائم على مدار السنة ضمن المدينة، إلا علاقة بالبحر، نص المدينة بحر ونص البر إلا علاقة بالبحر وبنشاطات البرية، صحيح بتقوى أكثر وبتنشط وقت بنكون في شيء خاص، أول الصيف، آخر الصيف، عيد ميلاد، أول الربيع، يعني بتوعدنا بشيء لعيد الميلاد ما رح نحكي عنه هلا، بس أكيد قريبا. طيب هون كمان بموضوع آخر بدنا نحكي نحن وياك فيه شيخ جوان، وقت نحكي عن بيروت الماضي بنحكي عن سكينوتيك بخليج سان جورج، نعم، وقت نحكي عن جوني بنحكي عن هيدا الخليج، عن الشاطئ الرملي. اليوم في استعادة لماضي جوني النظيف، الماضي الجميل بهالمكان بالذات، يمكن ما فيكم تقيموا المجمعات السياحية، ولكن فيكم تستفيدوا من المناطق الأخرى البحرية. نحن اللي عم نعمله اليوم منه جديد على جوني، بالسابق كانوا يعملوه، كيف كان خليج سان جورج يستقبل نشاطات رياضية وسكينوتيك؟ نفس الشيء كان يصير بالسبعينات وبالستينات بخليج جوني، كان في نوادي وقت اسسوا الاتسائل على كل حال، حتى بعد الاتسائل في نوادي، في نادي ابناء الخليج جوني ونوادي اخرى كانت تعمل نشاطات بالسباحه بالميكانيك بالسكينوتيك باي شيء له علاقه بالبحر. النوادي بعد موجوده مع شويه دعم من عنا، وهذا الشيء اليوم محمس كل الناس، بس عم بسمع كل له علاقه بالموضوع، ان شاء الله هذا الشيء بكون بادره تقليع على نشاط الرياضي البحري من ضمن نشاطات جوني وبنص جوني، او حتى يكون هيك في مبادرات فرديه لبطولات كبرى تصير كمان بمنطقه جوني وانتم بتدعموها بطبيعه الحال. كله وارد ونحن حاضرين. طيب اليوم بنص جوني بعد الظهر عندنا بعد وقت قليل رح ببلش حفل موسيقي ضخم، اذا بتعطينا كمان فكره عنه. في عندنا حفل موسيقي بضم 60 شاب وصبيه من الكونسرفاتوار الوطني، رح يتقدم على المسرح يلي أمامنا من البلدية بالشارع يلي فيه المهرجانات بنص جوني، يلي وراء كمان حفل أو قسم الثاني منه، هو حفل بيضم غالبية الأشخاص والفنانين يلي مرقوا بالثلاثين يوم الماضيين، كمان رح يقدموا شيء مميز للقادمين للسواح، وهذا الحفل كله بنقدمه للجيش اللبناني بمناسبة عيده بعد يومين، والعاني الليلة أكيد، والعدد المهرجانات بتبلش قوية وبتضعف، مهرجاننا حمدنا صرنا بالأسبوع الرابع ورح منسكر، وكل يوم أقوى من يوم عم بيكون. هل طموح الكبير يلي والمسؤولين الكبير يلي عطاكم إياها الشعب يلي إجا زار جوني
والمواطن الكسرواني ومواطن مدينة جوني، شو حملكم مسؤولية؟ حملنا أعطانا دفع لحتى هالشيء اللي صار بالشهر الماضي ما نخليه ينطفي. بنص جوني رح يبقى عايش، مهرجان بيخلص بكرة يمكن، بس نص جوني وقلب جوني وجوني يبقى عايش ونابض، أكيد بدعم وحضور ومشاركة كل اللبنانيين. هيدا الشيء اللي شفناه بالأسابيع الأربعة الماضية، فعلا ما حسينا حالنا أنه نحن بجوني بس قاعدين لوحدنا، حسينا أنه كل لبنان كان وكل المغتربين وكل السواح موجودين معنا، وهن أساس نجاح هيدا العمل. طيب اليوم فكرة الفاوتشر يلي بيستفيدوا منها المحلات كلها سوا، على كل حال ما حدا بيقدر بس يصرف 5000 ليرة وقت يفوت على جوني، يعني رح يصرف أكثر المبلغ، هل هذه الفكرة أيضاً نشطت الحركة الاقتصادية بجوني؟ كانت ضربة اقتصادية ناجحة جداً. هل كان في خوف بالأول أنه تمنع يكون في عالم تفوت؟ أبداً، في البعض فهموها أول شيء غلط، نظمت الدخول وحركت الاقتصاد والتجارة بقلب الشارع ككل. كان المحلات الثابتة اللي موجودة بالشارع من عشرات السنين، أو كان المحلات اللي أضفناها مؤقتاً لنشاط المهرجان. هيدا الشيء فرح الناس كلهم، يعني حتى التجار اليوم اللي كانوا بعض الأحيان يقولوا نعمل مهرجان، بيجوا الناس بيحضروا الحفلة وبيفلوا، ما بيتواصلوا أو ما بيتفاعلوا مع المدينة، والمدينة ما بتحس بالمهرجان. هيدا الشيء خلى إنه الناس يتفاعلوا مع المهرجان، وكل المعنيين فيه حسوا بحركة بكل زوايا المهرجان. هل ترند اللي أطلقتها جوني اليوم برأيك رح تنتشر بكل المهرجانات اللبنانية؟ شغلة حلوة لازم تنتشر بكل المدن يلي عندها مساحات تقدر تستقبل نشاطات عندها. على كل حال هذا الشيء بيتخيط على كل ضيعة أو على كل مدينة على قياسها. واكيد انا انه في شباب وصبايا بكل ضيع بلبنان عندهم افكار ينفذوها بقراهم وبمدنهم على قياس هالمدينه وشو تطلعاتها وشو شعبها بحب يعمل. طيب اذا بدنا نحكي شوي نشاط رياضي كاتحاد بلديات كسروان الفتوح، حضرتك رئيس الاتحاد ايضا، شو فينا نحكي عن هيدا الموضوع؟ اتحادات البلديات عاده بتشتغل على مشاريع هي مشتركه فيما بين البلديات، ماكسيموم بتكون بيئيه، رياضيه قليل تشتغل. نحن باتحاد كسروان الفتوح الحمد لله من السنوات الثلاث لحد اليوم صرنا داعمين اكثر من خمس نوادي بخمس قرى، انما نشاطهم مش محصور بالقريه ذاتها، محصور حتى بالقرى اللي حواليهم. صار في عندنا خمس نوادي او اخر الصيف بصير عندنا خمس نوادي ساعدنا بحجم كبير لإنشاءهم وخلقهم وإيجادهم، وهذا واجب المؤسسات يلي قادرة تساعد بالكرة حتى تخلق نشاطات تجمع أبناء الكرة، كان بالرياضة أو بالثقافة أو بأي شيء تاني حلو. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك. ألف عافية. شكرا لك شيخ. حضورك كل النهار معنا. شكرا. هذا واجب. الحلوة. واجب لألك. حضرتك والMTV كمؤسسة تلفزيونية. وشكر خاص للأستاذ ميشيل موري اللي آمن بهالنشاط اللي عم نعمله، هو دائما بحب فتح لنا الباب على الآخر لحتى نستفيد من الشاشة الزهية، لأنه دائما بحب يكون في حدا مثله عم بيشاركه حلم والطموح يكون لبنان أجمل بلد بالعالم. إن شاء الله بتعمر لبنان بسواعد وأفكار كل الأشخاص اللي شايفين مستقبل متنورين مثلك ومثل الأستاذ ميشيل. شكرا لك وشكرا. فإذا لكل المشاهدين اللي بعضهم عم يتابعونا من اليوم الصبح، هلا رح نتوقف مع بريك ونرجع صباح.